التواصل يستمر وأشواطنا تتواصل في صباح هذا اليوم من أرضية ميدان الدستور لسباقات الهجن ثالث أشواط صباحي هذا اليوم. مع الفطامين مع الابكار ينطلق هذا الشوط، ينطلق ويندفع بهذه التحديات. نسير مع المراكز الأولى الشاهينية، محمد بن راشد بن قحيد المهيري تتقدم على المركز الأول بعد التأكد من رغمها وشعارها المعروف الذي ينطلق مع المراكز الأولى دائما. المركز الثاني ثاني المراكز، وهذه الذيبة عبد الله بن سعيد المخمري من يقدم الذيبة في الشوط الأول، يقدم الذيبة في هذه الانطلاقات. مشكورة مشكورة محمد أو ناتي إلى 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 اليافل، هذه اليافل سعيد بن سالم بن عامر العامري على المركز الثالث والمركز الرابع هناك في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. حمد بن سعيد بن عوض الكتبي يقدم لهبيبة على المركز الرابع. هذه الأربع المراكز والأوامر صدرت عليهن مبكر في هذا الشوط. بن قحيد على المقدمة والمخمري وبن قحيد يقدمون هذه نوعية الشاهينية، شاهينية بن قحيد محمد بن راشد بن قحيد، والمخمري يقدم الذيبة عبد الله بن سعيد المخمري. الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة مع الجيل الناشي مع الجيل الصاعد. سلام وير يا سهيل زعبيل، يا أهل زعبيل صباح الخير يا بن قحيد. يقدم ويسس من هذا السن وياتينا هناك في الكبار في هذه الانطلاقات مع الانتاجي والمنتجين دائما. تهانينا محمد بن راشد بن قحيد المهيري المركز الثاني، لعبد الله بن سعيد المخمري سعيد بن سالم العامر العامري في المركز الثالث. هكذا كانت النتيجة. التوقيت دقيقتين و11 ثانية توقيت هذا الشوط.